سنة 1905 العالم ألبرت أينشتاين نشر ورقته البحثية عن Special Relativity، النظرية النسبية الخاصة اللي بتعتمد على مبدئين مهمين خالص. مبدأ من المبدئين دول إن الضوء بيمشي بسرعة ثابتة مش بتتغير بالنسبة للشخص اللي بيقيسه، يعني لو أنت بتقيس سرعة الضوء وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت واقف فسرعة الضوء هتفضل ثابتة مش هتتغير. أنت حاسس الكلام ملوش أي لازمة، بس تعالى أوضح لك أهمية الكلام ده. لو في عربيتين ماشيين عكس بعض، وليكن واحدة ماشية بسرعة 140 كيلومتر على الساعة والتانية ماشية بسرعة 80 كيلومتر على الساعة، انت هتحس ان العربية اللي ماشية بسرعة 140 كيلومتر على الساعة اسرع بكتير جدا. طيب لو بدلنا وخلينا عربية ماشية وبتسابق شعاع ضوء وعاوزين نقيس السرعة، هتبقى برضو 300,000 كيلومتر في الثانية، لان سرعة الضوء ما بتعتمدش انك بتتحرك ولا واقف مكانك ثابت. بسبب المبدأ ده ظهر مبدأ اسمه التايم دايليشن او التمدد الزمني. بيقول ايه بقى؟ اي جسم لو بدأ يتحرك الوقت هيعدي عليه ابطأ، ولو اتحرك اسرع كمان هيعدي الوقت عليه ابطأ بكتير جدا. يعني لو في ساعتين مظبوطين بالثانية واديتك ساعة فيهم وقلت لك اركب على اول طيارة لمطار الامارات وسبت الساعة التانية معايا على الارض، بعد ما تنزل من الطيارة وجينا نشوف الساعتين هنلاقي الساعة اللي كانت معاك متأخرة عن الساعة اللي كانت معايا. يعني طول ما تمشي اسرع في المكان الزمن بيعدي عليك ابطأ بكتير جدا. في اواخر القرن 19 نيوتن طلع بقانون الجذب العام اللي من خلاله نقدر نحسب مقدار قوة الجاذبية، بس مشكلة نيوتن انه مش عارف الجاذبية بتشتغل ازاي الشمس بتجذب الارض مع ان بينهم فراغ. نيوتن كتب في كتاباته عن الجاذبية وقال للإجابة عن ما هي آلية عمل الجاذبية الأمر متروك لاستنباط القارئ، بس الناس كان عادي بالنسبة لها الجملة دي. بس في واحد فضل يفكر في كلام نيوتن واللي هو أينشتاين. سنة 1907 أينشتاين كان قاعد في المكتب بتاعه عادي، وبعدها جات له فكرة عظيمة غيرت وجه العالم. تخيل أينشتاين إن الشخص بيقع من العمارة، فهو بيقع مش هيحس بوزنه، فعرف ان في علاقة بين التسارع والجاذبية. وبعدها بعشر سنين أينشتاين حط أسس النظرية النسبية العامة وفكرة الزمكان. ايه الزمكان بقى؟ احنا عندنا ثلاث ابعاد مكانية وفي بعد رابع اللي هو الزمن، والاتنين مع بعض اسمهم الزمكان. عشان تفهم الفكرة، تخيل ان في قطعة قماش على طاولة، وحطيت على قطعة القماش جسم كتلته كبيرة زي الشمس، فهتعمل انحناء كبير في قطعة القماش دي، ولو حطيت جسم كتلته صغيرة زي الأرض الانحناء بتاعها هيكون مش كبير زي الشمس، وكل ما زاد الانحناء زادت الجاذبية. عشان كده الأرض بتدور حوالين الشمس بسبب انحناء الشمس الكبير.